قرب شهر رمضان المبارك تفوح النسمات وتهل النفحات ويسارع أهل الخير لنشر الفرحة والبهجة ومشاركة أهالينا طقوس شهر البركة والغفران، حيث صارت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري كعادتها دائما في كل المناسبات والمواسم والأعياد عبر 40 عاما من العمل الأهلي والتضامني في توزيع 300,000 شنطة من شنط الخير للعديد من المستحقين من أهالينا في أغلب ربوع الجمهورية وخاصة مناطق جنوب الجيزة والدق والعجوزة وأرض اللواء من أجل مشاركتهم تلك الأيام العطرة. والله بنشكر مؤسسة أبو العنين وبنشكر كل القائمين عليها، الناس كل ما بيلبونا كل طلباتنا وملموسة جدا ان احنا بنعوز حاجة بيقدموها لنا، وبالنسبة لأرض اللواء هنا الناس كلها خدماتها متوفرة. عايز اقول للمؤسسة تشكر ان هم بيعملوه على الخير اللي بيعملوه في عيد كبير في عيد صغير في رمضان، في ناس تعبانة، في ناس مطلقات، في ناس ما بتقدرش تتحرك بيجيب لها الكراسي، في العرايس اللي بيجهزها، يعني الراجل مشكور مشكور مشكور. بشكر مؤسسة أبو العينين معنا في الأعياد والمناسبات ودايما مسندنا واقفين في ظهرنا، ومع المطلقات والأرامل وكبار السن ودايما بنحتاجهم بنلاقيهم، يعني ما بيغزلناش في أي حاجة. عايزة أقول لهم كل سنة وهم طيبين وإن هم مش سايبيننا في أي حاجة وكل حاجة يعني واقفين معانا، حتى لو رحنا لهم في اي حاجه بنلاقيهم بجد معانا، يعني بصراحه كويسين متعاينين معانا في اي وقت، ما فيش حكايه موسم ولا الحاجات دي خالص، كويسين جدا بصراحه وبيساعدوا الناس الغلابه ويقفوا جار الناس، ربنا يبارك له بصراحه. من ساعه ما جت المؤسسه المنطقه عندنا وهي مؤسسه كويسه جدا وبتساعد الناس الكبار، حتى الناس العاملين اللي موجودين بلاقيهم بيمسكوا الناس الكبار يشيلوهم ويطلعوهم بره المكان ويجيبوا لهم طلباتهم. عايز اشكر مؤسسه ابو العين جدا، واقفه مع ناس كل الناس، يعني حتى كانت بتعلمنا برضو خياطه، واقفه مع المراه المطلقه والمراه المعيله، ومن كام يوم كنا عاملين برضو معرض المراه المعيله وكرمونا وواقفه في ظهرنا في كل حاجه بصراحه ربنا، وبتعمل خير على طول، ما فيش اي مناسبه الا لما بتطلع كثير صراحه جدا، ومش سايبه اي حد لا كبير ولا صغير. ربنا يكرمه وجاء عندي وسكن ناس عندي وجات عليه 1000 جنيه وقعدوا عقبالنا اديهم شقه، ربنا يكرمه. احنا بنشكر المؤسسة هنا، يعني بنشوف كل خير منها من فضل ربنا، الناس اللي هي بتساعدهم، الناس الفقراء الناس الغلابة، شايفين كل خير من المؤسسة. واقف جنب الناس اللي بتستحق وهو يستحق يتحط على الراس. كما لم تنسى المؤسسة بقيادة الأستاذة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس الإدارة الأطفال من صغار السن، وأضافت ولأول مرة فانوس رمضان كفكر جديد ومتطور والذي يحمل بداخله الهدايا من البسكوتات والشوكولاتة لرسم السعادة على وجوههم. أنا بشكر مؤسسة أبو العنين عشان اديت الفانوس السنة دي. بشكر مؤسسة أبو العنين عشان اداني فانوس. أنا بشكر مؤسسة أبو العنين علشان ادوني فانوس السنة دي. والله فرحهم وجاب لهم فوانيس وجايب لهم كل حاجة حلوة. يذكر أنه توافد الآلاف على منافذ التوزيع الخاصة بمقرات المؤسسة المختلفة ليهل علينا الشهر الفضيل، آملين من الله أن يتقبل الصيام والقيام ويغفر لجميع المسلمين في مصر وكل بقاع الأرض.